يعطيكم العافية. محمد تقو، رئيس مجلس طلاب الفرع بكلية الهندسة الفرع الثالث. بدي احكيكم بهيدا الفيديو عن نظام الكلية والمواد وبعض الأمور اللي لازم تعرفوها قبل بداية العام الدراسي. أولاً، طالب بس يفوت على كلية الهندسة بيدرس سنتين بالجزء المشترك اللي هن هندسة عامة، بياخد فيهم بعض المواد اللي بيعوزها بسنين الاختصاص. بس يخلص أول سنتين بيدرس 3 سنين بالاختصاص، اختصاص كل طالب بنقيه حسب رغبته وميوله اللي بشوفها بأول سنتين. في 4 اختصاصات عنا بالكلية: ميكانيك، مدني، كهرباء، بتروشيمي. العام الدراسي مقسوم لفصلين، فصل خريفي فصل ربيعي. كل فصل فيه من 8 ل10 مواد. كل المواد ملزم تقدموا فيهم امتحانين، بارسيال وفينال، امتحان جزئي وامتحان نهائي. آلية احتساب العلامة بالشكل التالي: العلامة الأعلى بين بارسيال وفينال تنضرب ب0.5، والعلامة الأوطى تنضرب ب0.4، بينجمع معهم 10 علامات حضور. كل مادة فيها كور وتدا اللي هو يعني اكزرسيسات، وفي بعض المواد فيهم لابات. معدل النجاح بكل مادة هو 60 من 100، ومعدل النجاح العام 60 من 100. حتى الطالب يقطع السنة بنجاح ويكون ناجحة، لازم يكون ناجح كل المواد أو ساقط يا مادة يا مادتين بشكل أقصى، ولازم يكون ناجح كل المواد الثانية وجايب معدل بالفصلين 60 من 100 أو ما فوق. الرسوب بيكون بالشكل التالي: ممكن طالب بأول فصل يحمل أكثر من مادتين بيكون رسب أول فصل، بس بحق له يكفي تاني فصل ويقدم كل مواد تاني فصل. في حال طالب نجح أول فصل وسقط تاني فصل، بس يعيد بعيد بس المواد اللي سقطهم، والمواد اللي نجحهم ما بعيد ولا شيء منهم. في حال طالب سقط بشي مادة بس نجح السنة، يعني نجح بأول فصل وتاني فصل بس حمل مثلا مادة أو مادتين، السنة الجاي ما بعيد ولا مادة حملها. يعني إذا شخص سقط مادة وصار سنة تانية، خلص المادة اللي سقطها ما عادش بعيدها وبزتها ورا ظهره. بالنسبة للفصل الأول رح تاخده 8 مواد: مادتين مات اللي هن أناليز والجبر، ومادتين فيزيك اللي هن استاتيك وأوبتيك، ومادة كيمياء، ومادة برمجة اللي هي كمبيوتر ساينس، ومادة رسم هي ديسكريبتيف، ومادة لغة. مادة اللغة هي إنجليش لطلاب الفرنسا وفرنسا لطلاب الإنجليش. ومادة الإنجليش بتتقسم ليفلات حسب امتحان اللي عملتوه، امتحان اللغة. امتحان اللغة بس بيحدد كل شخص أي ليفل بده ياخده. يعني مثلا بالإنجليش لطلاب الفرنسا في ليفل 1 و 2 و 3 و 4، كل طالب حسب علامته نحن بنبعتلكم النتائج، بيعرف هو أي ليفل بده يفوت فيه، يا 1 يا 2 يا 3 يا 4. بالنسبة للفرنسا حسب كمان نتائج امتحان اللغة بفوت بالليفل معين، يا 0 يا 1، كمان نحن رح نبعتلكم النتائج. بالنسبة للمعدل العام، معدل العام بكل فصل بينحسب كل مادة قد ايه بجيبوا فيها. يعني مثل ما قلت لكم، المادة في بالبارسيال معدل وبالفينال معدل، وكل مادة بتنضرب بالكريدت تاعها، وبينقسم بالاخير مجموع كلهم على العدد الاجمالي للكريدت. اناليز والجبر كل مادة عليها 4 كريدت، انفو وشيمي وستاتيك واوبتيك كل مادة عليها 3 كريدت، ديسكريبتيف عليها 2 كريدت، ومادة اللغة الثانية عليها كريدت 1. هلا نحن مثل ما بتعرفوا كل شيء عم نبعث لكم اياه على الجروبات، شو ما يصير تبليغات عم نبعته على الجروبات. بس تبلش السنه نحن منعين طالب منكم هو مندوب مجلس، هو صله توصل بينكم وبين الاداره، بينكم وبيننا. اي مشاكل بتواجهوها خلال السنه تقولوها للمندوب، والمندوب بوصلنا اياها وان شاء الله نحن بنحلها مع الاداره. بالنسبه لعلاقته مع الدكاتره، اي تاخير بيصير من دكتور او دكتور بده يعطي حصه اضافيه، او دكتور يمكن معاش بده يعطي، المندوب كمان بخبركم، والمندوب رح يكون بخدمتكم لاي شيء بدكم اياه من الدكاتره، دوره ناقصه، حل سؤال معين، كل هالتفاصيل. بالنسبه للبرامج، نحن بس يبلش العام الدراسي رح يكون البرامج معكم، واذا في تقسيم لجروبات معينه شغلكم بيصير مع المندوب، والمندوب بيقسم الجروبات حسب انتم شو بدكم وكل طالب شو بيناسبه وقت. هيدا العام مثل ما بتعرفوا بسبب الكورونا وبسبب انه الجامعة مسكرة رح يكون تدريس اونلاين على برنامج المايكروسوفت تيمز. المايكروسوفت تيمز لازم كل طالب يكون عنده اكاونت، هيدا الاكاونت رح يوصلكم ايميل وباسورد من الجامعة. ان شاء الله من هون لنهار التنين بيكون واصلكم الايميل وصار عندكم اكاونت على المايكروسوفت تيمز. كل المحاضرات تقريبا بتتسجل، وكل شيء PDFات يا بينزلوا على التيمز يا المناديب بيبعتولكم. مثل ما بتعرفوا كلية الهندسة واحدة من أهم كليات الهندسة بلبنان،
وبيطلع حكي كتير انه كلية صعبة وصعب تتوفق وصعب تنجحوا. هيدا الحكي مش دقيق. طالب اللي بيركز مع الدكتور وبيستفيد منه منيح بالكور وبيفهم وبيرجع بحل الاكسرسيسات اللي حل الدكتور وبعيد من وراه وبحل قبل الامتحان الدورات او خلال السنة بيوصل لقبل الامتحان قوي كتير بالمواد. بس اهم شيء المتابعة اليومية او الاسبوعية بكل مادة وما يصير في تقصير بولا مادة. مش مثل ايام المدرسة ممكن طالب يوصل لقبل بنهار من الامتحان يراجع المادة على السريع وينجح بالامتحان، لا، كلية الهندسة بدها متابعة، بدها درس منيح. بالالجابر والاناليز لازم تحلوا منيح دورات. الاناليز فيكم تركزوا على تداء الفرنسي لانه تداء اغلب الاوقات بيجي اسئلة منه. مادة الانفو استفيدوا قد ما فيكم وركزوا مع الدكتور منيح لانه كل كلمة بقولها مهمة واوقات بيجيب تفاصيل دقيقة بيكون بس لانه قايلها بالصف. مادة الشيمي مادة سهلة بشكل عام واذا تابعتوا وحليتوا الاكسرسيسات اللي بيحلوهم الدكاترة بيمشي الحال فيها. والستاتيك والاوبتيك نفس الشيء. ديسكريبتيف هي صح مادة رسم بس لازم المتابعة فيها لأنه فيها بعض التفاصيل لازم تفهموها منيح لتقدروا تكفوها. يعني ممكن طالب ما يكون شاطر بالرسم بس إذا تابع مع الدكاترة وفهم كل خطوة وين وليش بيعملها كمان قادر يقطعها. مادة الإنجليش هي مادة قادرين تسقطوها وما تحسب خلال المادتين اللي فيكم تحملوهم خلال السنة. يعني إذا شخص حمل الإنجليش وحمل مادتين تانيين ما بيسقط السنة، بس اهم شيء يكون ناجح معدل مثل ما اتفقنا. بس ماده الانجليش حاولوا تستفيدوا منها، ماده الانجليش او الفرنسي حاولوا تستفيدوا منها لتفيدكم بالاختصاص، لانه اول سنتين كل طالب بياخد المواد باللغه اللي هو المسجل فيها. يعني الصف الفرنسي بياخد كل مواده بالفرنسي، صف الانجليش بياخد كل مواده بالانجليش. بالاختصاص ممكن يكون في مواد مشتركه، فكل شخص يقوي حاله باللغة الثانية لأنه رح يستفيد من هالموضوع بالاختصاص. يعني بالمختصر العام الدراسي مقسوم لفصلين، كل فصل لازم نجيبه المعدل فوق 60% وتنجحوا كل المواد. ممكن طالب يسقط مادة أو مادتين بيضل ناجح الفصل، بس أهم شيء مادة أو مادتين خلال كل السنة. يعني ممكن أول فصل ما يحمل شيء، تاني فصل يحمل مادتين، ممكن أول فصل يحمل اثنين، تاني فصل لازم ينجح كل مواده. هيك بتصير فيكم تنجحوا كل المواد اكيد وهذا الشيء الافضل. وفي الواحد لا سمح الله اذا ما توفق بشي مادة بيطلع له فرصة انه يحمل مادة او مادتين وبس يطلع سنة ما بعيدة لهالمادتين. بدنا نجي لموضوع بيساعد الطالب اللي هو موضوع الديليبريشن. خلال نهاية كل فصل في جلسة اسمها جلسة ديليبريشن. هيدا في حال طالب كان ساقط 3 مواد، مثلا بالفصل الاول ساقط 3 مواد، إذا ناجح معدل بينجحوه مادة بيحمل مادتين وبيكفي الفصل الثاني. يعني بينجح أول فصل بيكفي الفصل الثاني، بس لازم ينجح كل مواده حتى ينجح السنة. وممكن طالب يكون معدله تحت 60 بشوي، بتصير اتفاقات بالإدارة حسب معدل كل الصف ممكن ينزل المعدل عن 60، مثلا يتفقوا إنه صار معدل النجاح 59.5، كل حدا جاي فوق 59.5 يعد ناجح. هيدا موضوع مساعدة مع الإدارة، مساعدة من الإدارة، كل سنة بيصير بشكل مختلف يعني. بس بشكل عام لازم الكل يجيب فوق 60% وينجح كل مواده. في موضوع تاني كمان اللي هو تعديل المواد. يعني بس تعملوا بارسيال وفينال وعلامة حضور تعديلهم، إذا كان 57 أو 58 أو 59 بتنزل علامة 60 وبتنزل علامة ناجحة. بالبارسيال إذا كانت 57 أو 58 أو 59 بتنزل مثل ما هي، بس بتعديل المواد 57 58 59 تنزل 60 وبتعتبر هالمادة ناجحة. ختاما ان شاء الله نحن رح نعمل بعد هالفيديو فقرة للأسئلة تسألوا فيها اي استفسار عندكم يا زيادة، وان شاء الله نحن كمجلس رح نكون حدكم على مدار كل السنة وكل المشاكل اللي بتعانوها رح نكون نحن بمساعدتكم وبخدمتكم لتحلوها، وان شاء الله بتكون سنة نجاح وتوفيق على الجميع ويعطيكم العافية.